بأعالي قرية المنتايا في جيجل، يخوض السيد سعيد تجربة ناجحة في زراعة وإنتاج الفطر الطبيعي التي تتم بطريقة بسيطة وتوفر كميات هائلة من هذا المنتوج. الخدمة غير هو نورمال سهل، خلاص الخدمة تاعو سهلة، ما تطلبش الحل المادة تديروها تاع الدراهم بزاف ولا تطلب لك الخدمة. هو مش خدمة، ما فيه حتى خدمة، هو ما فيه لا سكيلة تحمر لا والو. عندك الغبره نتاعو تاكل، تشوف بلايص هكذا تحط هو درك يعود الحصون تحط في بلايص هكذا كما كيكون الشجر كما القصر. هذا الشجر تاعو كبير كبير، كاين الظل تحتو، كاين الميديتي. الفطر الطبيعي يختلف تماما عن الفطر البري او فطر المحار الذي ينمو على جذوع الاشجار، خاصه من حيث الذوق، حتى وان كان سعره يفوق 600 دينار للكيلوغرام الواحد. غير عندك السومي تبيعو. انا هنا في سيدي معروف كل نهار يعيط لي واحد، كل نهار يعيط لي 10 15 تليفون، يجيو كلهم يجوني لهنا نبيع لهم، هنا نبيع لهم كلشي نورمال. ما نمشي، ما جامي مشيت للسوق ولا طالب عليه. طالب كاين بزاف وغير يكون على قد ما يكون الخير تلقى الناس بوكل توالي عليه. فطري تاع الارض هذو، كاين تاع الغابه وكاين تاع الارض. هذا خير الفرق بين تاع الارض خير بزاف. هذا خير ولا تاع خير؟ هذا محسوبك ساكن في الحمد لله الخروف، بيعه ب60 ب70. زراعة وإنتاج الفطر الطبيعي تجربة جديدة وفرع ناشئ بحاجة للاهتمام والمرافقة لأجل تطويره وتنظيمه أكثر.